وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله. نعم يا مولاي، إنه بتأسيس الفرع المحلي لمنظمة جمع الشمل الصحراويين في العالم بمدينة العرائش، إننا يا مولاي نغتنم هذه الفرصة الكريمة لنشيد بمجهوداتكم الجبارة التي تقومون بها من أجل هذا الوطن العزيز علينا، ونشيد كذلك يا مولاي بما واصلت إليه المملكة الشريفة من رقي وازدهار في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، راجين من الله العلي القدير أن يطيل في عمركم يا مولاي، وأن يقركم بسمو ولي عهدكم الجليل الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة وسائر أفراد الأسرة العلوية المجيدة، إنه سميع مجيب، والسلام عليه على المقام.